تحياتي، معاكم وائل يحيى من أمريكا تشارت، وهنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحديث الرؤية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل في سهم ARM أو ARM، والدورة السعرية الجديدة هتبدأ إزاي؟ يعني إيه الدورة السعرية الجديدة؟ فاكرين لما اتكلمنا على السهم في بداية سعر الطرح؟ وقلنا ان السهم ده هنتابعه باستمرار لان هنعرف نركب الموجة السعرية، او اذا ما شئنا الدقة الدورات السعرية الخاصة بيه، وهو سهم في قطاع مهم وهيكون له شأن. طيب بعد ما اتطرح السهم كان فيه هبوط، وبعد الهبوط انا فاكر كويس جدا قلنا ان السهم ده لازم يحقق وقتها، يعني او بنسبة كبيرة، بلاش كلمة لازم، بنسبة كبيرة ان شاء الله يحقق مستويات عليا، بعد كده يصحح منها ويطلع، يصحح ويطلع ويكون مقاومات ودعوم و و و، لكن لازم دورة سعرية تكتمل، وبرضه بلاش كلمة لازم، غالبا دورة سعرية تكتمل قبل أن يهبط هبوط عنيف. ولقد كان نزل السهم، انطلق في اتجاه عام صاعد، وتكتمل أول دورة سعرية في السهم، أول سايكل تكتمل برجوعه لفين؟ لسعر الطرح. في احتمالين للهبوط، يا إما يتوقف عند سعر الطرح اللي هو تقريبا حول مناطق الدعوم عند 66، ودي اللي تهمني، أو يتوقف عند أقل سعر في تاريخه حول 46. يبقى كده في سيناريوهين لنهاية الدورة السعرية الحالية، اللي من بعدها تبدأ دورة سعرية جديدة إن شاء الله. الدورة السعرية الحالية ممكن تنتهي عند أو حول مناطق 66، تزيد وتنقص، خلينا نقول 65 رقم سهل، أو مناطق 45، وبالتالي يستحق السهم المراقبة كلما اقترب من أحد هذين الرقمين. إغلاق السهم في يوم الجمعة اللي فات مش مبشر. أول حاجة، كان تحت الدعم الأسبوعي متوسط الأجل، أدي أول مشكلة، وحدث ولا حرج عن كسره لكل دعوم وصمامات الأمان، المضاربية عند 120 والقصيرة عند 115، ومن ثم المتوسطة حول ال 94، فالسهم كسر كل ما يمكن تكسيره، ناهيك على أنه كسر أصلا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل اللي كان فيه، فلم يترك دعما إلا وكسر. طيب يبقى احنا كده مستنيين السهم حول محطة أولى عند ال 78، ممكن يتماسك عندها قليلا، يتذبذب عندها قليلا، ولكن الأكثر المستوى الأكثر مراقبة أو الذي يستحق مراقبة أكثر هو ال 95 أو ال 45. على فكرة وصول السهم لأحد هذين المستويين مش معناه إن الدورة السعرية لما تنتهي يقوم منطلق على طول للأعلى بشكل تلقائي، لا، الدورة السعرية تنتهي عند أحد هذين المستويين ثم تبدأ دورة جديدة. الدورة السعرية الجديدة بتحتاج حاجة اسمها accumulation، تجميع، فممكن بعدما يصل لهذه المستويات ويتوقف يستهلك وقت طويل قصير، المهم هيستهلك وقت في التجميع قبل أن يبدأ دورة سعرية جديدة نتمناها إن شاء الله تكون دورة صاعدة، سواء للقطاع أو للسوق بشكل عام. إذن المراكز الافتراضية من المفترض أن تكون بدأ التخفيف فيها بكسر أول صمام أمان مضاربي عند 119، ثم بكسر تاني صمام أمان عند 115. العيب في هذا التخفيف أو في هذا التخارج أنه بأسعار سيئة جدا، مجبر أخاك، وموقف لا يحسن عليه من يمتلك مراكز افتراضية، لأن حجم الشموع البيعية جاء قوي وعنيف جدا، مما يجعل التخلص من السهم أو حتى من كميات افتراضية قليلة منه صعب على النفسية والمعنويات، لأنك هتصطدم بأنك عايز تطبق التحليل الفني كما يقول الكتاب، لكن السوق مش مديلك فرصة تتخارج بسعر جيد. وبناء على ذلك خلينا نفترض ان التخارج تم بنسب من الكميات الافتراضية تتراوح ما بين 25 الى 30%، ده في افضل الاحوال حسب ظني، والله اعلم بقدرة كل واحد على الالتزام. اذا يتبقى كمية كبيرة،
يعني يتبقى ما بين 75 إلى 65 من المراكز الافتراضية ما زالت مفتوحة رغم كسر صمامات الأمان، وبالتالي الارتداد لأعلى يستغل لمواصلة التخفيف من تلك المراكز الافتراضية. ارتد حول 94% فرصة للتخفيف. طب تخفيف قد إيه عند الارتداد؟ عند كل محطة 20%، يعني لو وصل ل 94 أدي 20. طب لامس مناطق 100 ما بين 15 إلى 20% أخرى. طب قدر يكمل وراح ل 110 ورجع تاني في القناة السعرية، ممكن نواصل 20 أخرى أو 25 أخرى وهكذا. المهم استغلال الارتداد القادم للتخفيف من الكميات الافتراضية القديمة. هتقولي بس كده كلام متضارب بقى، انت بتقول ان الدورة السعرية قربت تنتهي وبتنصحنا بتخرج من مراكز افتراضية ربما تكون مفتوحة. ايوه انا بقول مراكز افتراضية تكون مفتوحة وحدث ارتداد الان، انما انه ينزل ويواصل بلا تصحيح لاعلى ودون اعطائك فرصة لتقليص خسارة او لتقليل كميات افتراضية وواصل الهبوط بلا تصحيح، خلاص مجبر اخاك على الانتظار حتى تبدأ دورة سعرية جديدة، وان كان ده لا يمنع ايضا تخفيف جزء اخر على الاقل ما بين 20 الى 30% على يعني اقل تقدير، ثم لكل مقام مقام. يبقى انت كده ما تتلخبطش، لو السهم ارتد دون الوصول للمحطات المذكورة هي فرصة للتخفيف من تلك المراكز الافتراضية، لو واصل عنف الهبوط الحاصل ولامس مناطق المحطات المذكورة ممكن بالكثير يوم الاثنين تخفف يا 20 يا 30% وتصبر على الباقي بقى حتى تنتهي الدورة السعرية ونبدأ في دخول مرحلة تجميعية أخرى تساعد على تعديل السعر أو تساعد على استرجاع كميات افتراضية قديمة مباعة بهدف مستهدفات مختلفة بقى تماما عن الدورة السعرية السابقة. الموضوع إلى حد كبير للأسف معقد في ARM على الأقل في الوقت الحالي. التعقيد ده سيتلاشى مع الوصول للمحطات المذكورة. يبقى مهم جدا أحفظ الرقمين دول لأن كررناهم بدل المرة 2 و3 و4 في فيديو واحد اهو. يبقى الرقمين دول مهمين، بس في رقم اضافي مهم للأسف سلبي، الا وهو ال 94%. هذه الحزمة المكونة من حوالي 6 دولار تصنف مقاومة عنيفة وصعبة ضد اي ارتداد لاعلى، فخلي بالك السهم رؤيته على الاطار الزمني القصير سلبية للغاية ما دام تحت تلك المستويات. كان معكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.